احنا مجموعه من اسره شباب مصر، اخذنا على عاتقنا ان احنا نقدم يعني كافه الخدمات في المدينه، انشطه رياضيه، انشطه اجتماعيه، انشطه خدميه. بنحاول ان احنا ننهض يعني من خلال الانشطه دي بالمدينه، وان احنا نقدم المزيد والمزيد. النهارده احنا مقدمين عاملين دوره على مستوى المدينه، بيشارك فيها كافه المجاورات على مستوى مدينه 15 مايو. ده بالنسبه للنشاط الرياضي. قدمنا في السابق خلال الفتره السابقه انشطه خدميه كتير بالتعاون مع القيادات التنفيذيه هنا في مايو، بالتعاون مع جهاز 15 مايو والادارات التعليميه. قمنا بدهان اسوار المدارس واسوار مركز الشباب والنادي. بنحاول نقدم فعاليات كثيره. لا الحمد لله ما فيش عوائق، ولو في عوائق احنا قادرين ان احنا اي حاجه ان احنا نقف امامها. والله احنا نتمنى ان الشباب هو اللي ياخد فرصته، لان الشباب هو العطاء وهو اللي يقدر يدي للبلد دي، لان احنا خلاص بقى سئمنا من الوجوه القديمه، وسئمنا من الشخصيات بقى اللي خلاص يعني جار عليها الزمن. فاحنا بنتكلم في العهد الحالي. العهد الحالي هو عهد الشباب، والعصر القادم هو الشباب العطاء، هو اللي يقدر يقدم للبلد دي. وعلى مستوى المدينه احنا بنتمنى ان اللي يكون ان شاء الله هو نائب المدينه بالنسبه لدائره مدينه 15 مايو يكون شاب منها، يكون حاسس بيها وبمشاكلها وحاسس بنفسها. تمنياتي يبقى عام ان شاء الله عام سعيد على كل يعني على مصر كلها وعلى المسلمين جميعا، ونتمنى ان هو يكون عام خالي من الارهاب واللي شفناه في العام السابق، ونتمنى الاستقرار للبلد. مساء الخير، كل سنه وانتم طيبين. النهارده انا بفتخر بان انا بنضم لمجموعه بتحاول تنهض بشباب 15 مايو على راس محمد المصري، حماده عشره الكفاح. ويا رب يسهل يا رب، ونقدر في مصر كلها ان احنا نشوف الشباب بيتجه اتجاهات صح، ان احنا نشوف الشباب بيدور على نفسه بجد وبيحقق نفسه بجد، واللي هو عبقري فيه يتساند ويتساعد. يا رب ان شاء الله شباب مصر كلهم، اللي انا واثق مليون في الميه ان فيهم عبقريات، يمكن الظروف هي اللي بتعطلها، او يمكن حاله البلد او حاله النفسيه او 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 عدم مساعده الاخرين ليهم هو اللي بيخليهم في حاله يائسه، وبيوصلوا في الاخر ان هم بيشتغلوا اي حاجه مع اي حد. ان شاء الله ربنا يسهل الخطوات اللي جايه. الشباب المصري هياخد كل واحد ان شاء الله باذن الله بيه، يعني بنفسه وبالناس اللي حواليه، ويا رب ان شاء الله بالحكومه وباي حد هندفع بالشباب، كل واحد في اتجاهه الذي يصلح له. يعني اي حد كويس في حاجه او بارع في حاجه لازم الناس تزقه، عشان خاطر مصر دي تطلع طلعه غير عاديه، زيها زي الصين، زيها زي اليابان، زيها زي امريكا، وان كانت امريكا اضعفهم يعني، لكن العبقريات كلها محتاجة حد يساندها، وإن شاء الله دي تكون بداية خطوة في الطريق الصحيح. شغالين على حملة هنبنيها ونغيرها، شغالين أكتر من 300 شاب في مدينة 15 مايو، بندهن أسوار، بنحاول نوجد السلع بأسعار جملة أو بهامش ربح بسيط لرفع المعاناة، بنحاول نعمل نجمل، بنحاول نعمل دورات لاحتواء الشباب، كلنا شباب يعني، وللتعارف ما بين المجاورات وبعضيها. هكلمك عن كاس المدينه. كاس المدينه دي فكره جت من الشباب، ان هي توحد المجاورات، والمجاورات يبقى في بينها وبين بعض تعارف اكتر. الرياضه طبعا دائما بتخلي الروح الرياضيه، بتخلي الشباب مع بعض متفاهمين، في تقارب ما بينهم. بنحاول نبعد عن الأجواء المشحونة وبنشتغل على أرض الواقع، بنحاول نعرف الشباب ببعضها. أحمد إسماعيل، أحد مدينة شباب 15 مايو، أحد شباب مدينة 15 مايو، مواطن
والله احنا شغالين كتيم ون. احنا حركة اسمها حركة هنغيرها. هنبنيها ونغيرها كشباب مدينة المستقبل. بنتمنى ان احنا نعمل اي حاجة للمدينة والناس المدينة. وبالفعل احنا لنا انشطة كتيرة في المدينة، وابتدت الناس تعرفنا، وابتدت الناس تشوفنا في الشارع، ابتدت الناس تعرفنا وتشوفنا في الشارع. وبنقدر بنحاول ان احنا نبعد الناس كلها عن اي كلام سياسي وعن ده وعن ده. ودي احنا بنسعى بنعمل انشطة رياضية، يوم رياضي، بنسعى ان احنا نعمل اي حاجة حلوة بعيد عن كل الخلافات السياسية. الفه والله احنا التيم ون بتاعنا تيم كبير، بنقعد في اجتماعات مع بعض، لينا مقر هنا. احنا رسينا على الاستاذ حمادة المصري، يعتبر هو احد الممثلين لينا في الدايرة هنا، واحنا كلنا وراه بندعمه كهو كراجل، راجل فاضل ومحترم. بنتمنى ان هو يعمل اي حاجة للمدينة، واحنا كل اللي احنا بنعمله ده بدون اي حاجة. يعني احنا كل الانشطة اللي احنا بنعملها دي وبندعمها بدون اي مقابل، ومش محتاجين اي مقابل. احنا كل اللي احنا عايزينه نشوف المدينة في افضل وجه. واتمنى ان كل السادة المسؤولين في الجهات المعنية يشوفوا البرنامج دوت، ويحاولوا ان هم يدعمونا باي صورة من الصور. مدينة 15 مايو مدينة هامشية، مش موجودة في اي خطة في الوزارات في اي حاجة. طبعا سيئة الخدمات جدا عندنا لسه لحد النهاردة، اماكن ما فيهاش غاز، اماكن ما فيهاش مواصلات، العمار فيها سيء جدا. هو السيد رئيس الجهاز النهاردة كان في اجتماع عشان يناقش مشاكل المدينة، فنتمنى ان الاستاذ حمادة لما يخش البرلمان يعمل حاجة، ودي احنا كلنا وراه وبنسعى لخدمة المدينة. وبنعرف الناس ان احنا حركة هنغيرها. نتمنى لو اي حد عنده مشكلة في اي حاجة، نتمنى ان الناس تجيلنا تشرفنا، واحنا خدمين الناس كلها في مدينة 15 مايو. والله احنا النهاردة موجودين عشان نعمل دوري للمجاورات في مدينة 15 مايو لتشجيع الشباب على الرياضة وملء فراغاتهم، بدل ما يقعدوا مثلا على قهاوي ولا نت، يبقى في حاجه رياضيه بتشجعهم وبتخليهم يتحركوا من البيت يعني ومن على كراسي النت. شايفه من وجهه نظر حضرتك طبعا، هل المراه مهمشه دورها في الحاسه دلوقتي؟ لا، هي مش مهمشه، هو بس نقص الكوادر النسائيه هي اللي مخليها مهمشه. يعني انا مش شايفه ان مثلا، هو ممكن تكون في قوانين بتحمي حقوقها، بس هي ما فيش كوادر نسائيه ظاهره. يعني ممكن يكون العيب في طرفي المعادله، يعني من المراه نفسها ومن الجهات الحكوميه اللي هم مش عاملين دور للمراه. ابرز النقاط السلبيه من وجهه نظرك ممكن تحذيها كمراه؟ النقاط السلبيه عدم تواجدنا في اساسا سلبيه من المجتمع نفسه، ان هو اصلا مش بيقبل دور المراه في اي حاجه. يعني حتى لما بتلاقي ناس في المرشحات اصلا ما بياخدوش اصوات كتير، لان هي اساسا المجتمع بتاعنا هو كده. دي اكبر سلبيه. يعني والله انا بتمنى ان العام الجديد يبدا احسن من الاربعه اللي فاتوا، يبقى كويس على مصر كلها، يبقى فيه ايجابيات اكتر من السلبيات، يبقى فيه عمل اكتر، في شباب يعني مجتهدة شوية اكتر من كده. عبد الملام رئيس مجلس ادارة شركة اليكس جروب للتوريدات وعمل النظافة. والله النهارده يوم جميل، بدأ من الصبح بالقافلة اللي كان عاملها جهاز المدينة اللي طلعت من الحي الثاني، واختتمت النهارده بالحدث الجميل اللي في المركز، في مركز شباب.
ويوم جميل واول مره نشوف اهالي مايو تجتمع كده على بطوله وربنا يوفق يا رب. والله هو يعتبر اهل مدينه مايو من اقل السلبيات او اقل الشعب سلبيات يعني من منطقه حلوان والمناطق الثانيه يعني هنا الناس ملتزمه معانا بس نتمنى انها تلتزم معانا اكتر يعني احنا دلوقتي شغالين في موضوع الفصل من منبع فصل القمامه من منبع كشركه نتمنى ان الاهالي تتعاون معانا في الموضوع ده يبداوا هم الفصل من منبع ويبداوا يخلوا مخلفات الصلبه لوحديها والمخلفات الثانيه لوحديها واحنا كشركه ممكن نساعدهم على كده يعني. والله انا اتمنى الخير لمصر واتمنى الامان والامن ونتمنى نعيش في رخاء يعني ونبايد واحده كلنا نبايد واحده كلنا مع القياده بتاعتنا مع رئيس فتح السيسي وكفايه ان احنا عندنا رئيس وزراء اسمه ابراهيم محلب راجل شغال يعني يخجلنا كلنا يخلينا نشتغل.